توفي المهدي الدغوري اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي اليوم الخميس عن عمر يناهز 28 سنة، وذلك بعد تعرضه ليلة أمس الأربعاء لحادثة سير خطيرة أودت بحياته. وتسببت حادثة سير مميتة في وفاة المهدي الدغوري الذي لعب للعديد من الأندية الوطنية. هذا وأعلن أمين دغوغي عن وفاة أخيه المهدي الدغوغي في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام بعد تعرضه لحادثة سير مميتة. وكتب أمين دغوغي عبر خاصية ستوري: إن لله وإن إليه راجعون، البقاء لله، أخي مهدي في ذمة الله. ويعد الراحل مهدي الدغوغي من خريجي مدرسة الوداد الرياضي، حيث جاور العديد من الأندية الوطنية في مسيرته، من بينها جمعية سلا وشباب أطلس خنيفرة